نحن في هذا البرنامج حقيقة من اليوم الأول كان التركيز عامة التركيز على المفاهيم والأفكار والتصورات والعقائد، لأن كل الانحرافات وهذه كررناها ربما عشرات إن لم يكن مئات هذه الجملة تحديدا، أن كل الانحرافات التي تراها سلوكيا هي مردها إلى الفكر والتصورات والاعتقادات. والمتأمل في الفساد الذي يقع في عند المتدينين سيجده كثيرا حتى في الطوائف الأخرى كالنصارى. اليوم النصارى يتعبدون ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني تجد الناس يذهبون إلى أفريقيا ويتعبدون ويتقربون باعتقاداتهم التي يظنون أنها الصواب. فالتدين أو التعبد أو الزهد أو الورع ما لم يضبط ضبطا حقيقيا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون وباله جسيم وعظيم جدا. والأمة قد اكتوت بهذا الانحراف من المتدينين المنحرفين، وهذه يشق على بعض الناس أن يفهم. هناك متدينين مخلصين يقومون الليل ويصوم النهار ويبذلون أرواحهم في سبيل الله كما يظنون هم، ولكن هم منحرفون غاية الانحراف. ولعلنا نبدأ بطائفتين غير هذين اللذين ذكرتهم. نعم، سنبدأ بطوائف قديمة. الخوارج من أشد الناس تعبدا وقربة إلى الله في جهادهم وصلاتهم وصيام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن في العبادة والطاعة هم يعني يتعبدون أكثر من الصحابة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامي. ولما اقترب منهم ابن عباس في المناظرة المعروفة قال: سمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. هذا التعبد وهذا الزهد وهذا الورع وهذا يعني قوة الالتجاء إلى الله لم يكن مضبوطا بما شرع الله من الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك وقع لهم انحراف فكان انحرافا قد بلغ بهم الانحراف أن أعملوا السيف في خيار الأمة، قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا كثير من الصحابة وأرهقوا الأمة كما ذكرت في المقدمة الموفقة، أنهم أرهقوا الدولة الإسلامية في المال والعتاد والأرواح والدماء ونحو ذلك. فهنا المتأمل في حال الخوارج سيزدهم نساك عباد زهاد، بل لهم من الأشعار في الزهد والشوق إلى الله ويعني والإقبال على الله والابتعاد عن الدنيا ما يستغرب الإنسان، لكن لأنهم تركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانحرفوا فأعملوا السيف وأعملوا يعني كل ما أتاهم الله من قوة في الصد عن سبيل الله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا.